شو يا سعيد؟ شايفك عم تنزل تطبيق تجربة دبي الصحية، شو عندك حدا جاي يتعالج بدبي؟ ايه فعبر تطبيق الهاتف الجوال أو عبر البوابة الإلكترونية www.dxh.ae ممكن اختيار باقات علاجية شاملة متوفرة بثمان مجالات. وعد معي يا سعيد: العلاجات والجراحات التجميلية، جراحة العظام، طب العيون، طب الأسنان، الأمراض الجلدية، الفحوصات الصحية والوقائية، التقنيات المساعدة على الإنجاب، بالإضافة لبرامج وجراحات فقدان الوزن. تخيل يا سعيد أنه عام 2015 بس فات على دبي أكثر من 500 ألف سائح علاجي، بزيادة 13% عن العام اللي قبله. 29% من هالسواح كانوا من الدول العربية، و43% كانوا من كافة أنحاء القارة الأسيوية، وكلهم تمتعوا بخدمات ممتازة قدم لهم إياها 35 ألف عامل بالمجال الصحي جايين من أكثر من 110 دول. وهالشي مش غريب على دبي اللي دايماً بتقدم للجميع أرقى الخدمات باختلاف أنواعها، من الترفيه للصحة. فأهلاً بالجميع وعساكم دوم بصحة وسعادة.